وعبد الناصر وغيرهم وغيرهم. هذه السياسة ولدت معهم، اخترعت من قبلهم، ولذلك نقول هذا الأمر لن يمر. وبالتالي إذا تحدثوا أو قالوا نحن نحقق أو لا نحقق، نحن لا نريد منهم تحقيقا، ولا نريد منهم معلومات، ولا نريد منهم أي شيء، لأننا نعرف تمن أنهم هم حركة حماس التي وقفت وراء هذا الحادث وارتكبته بكل حقارة ونزالة. وسبق هذا الحدث كما تعلمون أن عددا من كهنتهم من رجالهم الذين بدأوا التحريض وبدأوا الحديث في أماكنهم، وخاصة في المجلس التشريعي، عندما كانوا يحرضون تحريضا واضحا، وأكيد سمعتم هذا التحريض وأكيد لمستم هذا التحريض، عندما قال أحدهم نريد أن نستقبل هذه الحكومة بالكنادر والصرامي. الكنادر والصرامي ستنصب على رؤوسهم، على رؤوس أكبرهم وأصغرهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مكروا ومكر الله، مكروا ومكر الله، والله كتب لإخوتنا السلامة، لأنه لا يريد لنا الإيذاء، لأن نوايانا طيبة، لأننا نريد فعلا مصالحة حقيقية، نريد عودة لقطاع غزة للأم عودة كريمة، وليس كما يريدون وليس كما يخططون هم وترامب وغيره. هذه كلها تخطيطات عرفناها منذ البداية، وقلنا لكم كيف بدأت هذه المصالحة الأخيرة وكيف ومن الذي اخترعها. مع ذلك نحن نقول هذا الذي حصل لن يمر ولن نسمح له أن يمر، لأننا رجال ندافع عن قضيتنا، ندافع عن شهامتنا، ندافع عن حقوقنا، ولن نقبل الذل من أحد. منذ تاريخ 12/10/2017 ولغاية الآن بذلنا كل ما نستطيع لإنجاح المصالحة وتذليل كل العقبات في طريقها، وتحملنا ما تحملناه، لكن للأسف اصطدمنا بنتيجة صفر تمكين للحكومة. والذي يقول غير هذا كذاب ومنافق، لأننا جربنا 6 أشهر ونحن نعمل بكل جهد، نبعث كل المسؤولين، ولم نحصل على شيء، لا في الحكومة ولا في المعابر ولا في الأمن ولا في غيره. ويكفي نفاق، لا نريد نفاقا بعد الآن. هؤلاء لا يريدون المصالحة، هذا ما بذلناه إلى أن ارتكبوا تلك الجريمة الحمقاء التي ارتكبوها. وصفر تطبيق للقانون، وللأسف حصلت كارثة وطنية هدفها فصل قطاع غزة وتنفيذ المخطط التآمري بإقامة دولة غزة. هذا الموضوع قلنا آلاف المرات، آلاف المرات، إن ما أطلق عليه الربيع العربي الذي يتغنى به بعض الأغبياء، بعض البسطاء، بعض الذين لا تفكير لهم، هذا الربيع اسمه الربيع الأمريكي، بدأ عندنا في غزة، وكلنا نعرف كيف دخلوا الانتخابات ثم كيف قاموا بعملية الانقلاب وحصلوا على تأييدات ضمنية وعلنية كثيرة، لأن أمريكا تريد فصل القطاع عن
الضفة الغربية حتى لا يكون هناك دولة فلسطينية موحدة. هذا يجب أن نعرفه، ويجب أن نقر بالحقيقة، ويجب أن لا نتعامى عن الحقيقة بعد الآن. وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، هذا المخطط الذي بدأت إدارة الرئيس ترامب بتنفيذه حين أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، وقررت نقل سفارتها إليها، وقطعت مخصصاتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واعتبرت أن الاستيطان شرعي، وهذا ما قاله أكثر من مسؤول أمريكي، أولهم سفيرهم في تل أبيب هنا ديفيد فريدمان، قال هنا هم يبنون في أرضهم، ابن الكلب يبنون في أرضهم، وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير أمريكا في تل أبيب، ماذا ننتظر منه؟ فعندما قامت أمريكا بهذا قطعت كل سبل الوحدة الوطنية، القدس عاصمة ونقل السفارة، اللاجئين ثم المستوطنات، ثم انتظروا منا مشروعنا. ماذا ننتظر منهم؟ ماذا ننتظر منهم؟ في كثير قالوا لماذا لم تذهبوا إلى واشنطن لنعمد، يريدوننا لنعمد هذا المشروع، لنعطيه توقيعنا، لنعطيه موافقتنا. لن نقبل بهذا ولن نسمح لا لأمريكا ولا لغيرها أن تبرر هذا المشروع. ومن ثم عقدت مشروع مؤتمر واشنطن للتباكي على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. الآن صحوا أن غزة بحاجة، صحوا أن غزة تمر في حالة إنسانية. لماذا لم يصحوا منذ 10 سنوات؟ 10 سنوات ونحن نحاور ولا نسينا. منذ عام 2007 عندما كلفت الجامعة العربية مصر بأن تقوم بواجب الوساطة، قامت مصر بدورها، ونشكرها على ما قامت به، ونشكرها على جهودها. لكن النتيجة ماذا؟ أنا بهمني النتيجة. النتيجة ماذا إلى يومنا هذا؟ صفر. إذن لم يحصل شيء. لكن 10 سنين مرت، 11 سنة مرت من عمر شعبنا من أجل أن يمرر هذا المشروع وينتهي إلى ما يريدون أن ينتهي إليه. الأمر الذي يحتم علينا تحمل مسؤولياتنا كاملة، هذه المسؤولية التي لا تجزأ وتتطلب سيطرة فعلية وحقيقية شاملة وكاملة. ودولة فلسطين وحكومتها تؤكد حرصها على شعبنا في قطاع غزة وتحملها المسؤولية الكاملة على أساس سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. عندما جاءوا إلى مصر وقالوا هناك مصالحة، ما هي هذه المصالحة؟ قالوا ما هي شروطكم للمصالحة؟ أعطيني مجال. ثلاث نقاط. النقطة الأولى إلغاء هذه الحكومة التي ابتدعوها، والثاني تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها، وثالثا دولة واحدة، نظام واحد، قانون واحد، أمن واحد. قالوا موافقين، وجرى الحوار حول كلمة مستعدون أو جاهزون أو وقبلوا كل شيء، قبلوا كل شيء. معال إذن رب لغيرهم رأيهم، إذن الله بيعلم شو صار في عقلهم. قبلنا هذا وقلنا على بركة الله، انزلوا يا ناس إلى غزة، اشتغلوا في غزة، يلا نريد هذه الوحدة الوطنية. ماذا كانت النتيجة؟
كلامهم الذي قالوه في الاجتماعات فوق الأرض إلكم تحت الأرض إلنا، أين هو الأمن؟ الزهار ولا شو اسمه هذا جديد هذا سنوار قال إذا كان عندنا 4 أنفاق بدنا نشيله 100، وإذا عندنا 10 وإذا عندنا 1000 صاروخ بدنا نشيله 10,000 صاروخ، وهذا بده يضل بإيدنا. إذا أين الأمن؟ ومع ذلك قلنا لا، جهود المصريين حاضرين، نريد فعلا أن نكمل الموضوع، لا نريد أن نتوقف حتى لا يقال تراجعنا، لا نريد أن نستمر. واستمرينا 6 أشهر، ماذا كانت النتيجة؟ عملية اغتيال، هذه النتيجة. ولذلك فإما حكومة تتحمل المسؤوليات الكاملة على القطاع كما في الضفة، وإما سلطة الأمر الواقع سلطة الانقلاب. في كثير ناس بيخجلوا لك انقلاب، والإخوة في حماس بطلوا هذا الكلام، عيب هذا الكلام، هذا الكلام دونية. هذا انقلاب الذي جرى انقلاب حقيقي قامت فيه أمريكا وإسرائيل معها، وهذه الحقيقة. وإما سلطة الأمر الواقع الانقلاب والتمرد تتحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة. هذا هو الرأي، احفظوه أرجوكم، لا أريد أن أعيده. إما أن نتحمل نحن كل شيء كما اتفقنا كما وقعوا، نحن لن نضرب أحدا على يده. بتوافق؟ أهلا وسهلا، ما بتوافق خليك قاعد معلق. الآن موقفنا هو هذا، كل شيء في يدنا نتحمل مسؤولية كاملة، مش كل شيء في يدنا، ليتحملوا المسؤولية كاملة. هذا هو الموقف. إن استهداف موقف رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة ومرافقيهم، في عنا لسه عدد من الشباب في المستشفى لهلأ، اللي عينه واللي ايده واللي دانه وكتار بالمناسبة، دمهم لمين ده؟ وين بروح دمهم؟ مين بتحمل دمهم؟ وعملية الاغتيال التي لو نجحت لا سمح الله لأدت إلى عواقب وخيمة وكارثية على الشعب الفلسطيني، وفتحت الباب على مصراعيه لحرب أهلية دموية لا قدر الله. بإمكان أن تكون ردة الفعل غير، بس إحنا ناس مسؤولين، ناس وطنيين، ناس بنعرف شو بنقدر بنساوي. ولا حاولوا اقتلوا 2 بجيب 20 واحد وبقتلهم في الساحة، سجلوا علي بالإعلام يلا. بس إحنا مسؤولين وبنتحمل مسؤولية، وبنعرف إنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبنعرف إنه البريء لا يجوز أن يقترب منه، وإنما المجرم هو الذي يجب أن يعاقب. لم نفعل شيئا على الإطلاق، هدوء. ورغم ذلك أعطيت تعليمات مشددة للجهات الأمنية كافة وغيرها بعدم التعرض لأي مواطن فلسطيني في الضفة الغربية وغيرها وغيرها. كان ممكن يصير في أي مكان، في لبنان وفي الأردن وفي أمريكا، لكن منشتغلش شغل، إحنا مش زعران، إحنا منشتغلش عمل زعران مثلهم، عمل بلطجية مثلهم، لا. ممنوع حد يقرب على حد، الأمور يجب أن تهدأ، أن تكون هادئة كاملة، ولا يقترب من أي إنسان لا ذنب له. وأقول للبعض، والبعض هنا لم يعد يحتمل أن نحمل مسؤولية، أن نحمل مسؤولية وكأن هناك طرفي انقسام،
ولا أسهل من أي واحد يقول على الطرفين، على الطرفين. تفضلوا قولوا لي مين الطرفين هلأ؟ هم حاولوا القتل، ما بدي أحكي على أي شيء آخر، لم يفعلوا شيء آخر. ماذا فعلنا نحن؟ إذن كيف نقول الطرفين؟ هذا النفاق بدنا نبطله، هذا النفاق بدنا نبطله. وكان هناك طرفي انقسام في حين أن الحقائق تؤكد على وجود طرف واحد يكرس الانقسام ويختطف جزءا من الوطن ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية. إذا حد بيقدر يقول لي هذا الانقلاب له صفة، له سبب، له سبب؟ إحنا غلطنا ولم ننسى التاريخ. عندما نجحوا في الانتخابات بعد دقيقة واحدة اتصلت في أبو علاء، يا أبو علاء دم استقالتك، يا هنية مبروك، شكلوا حكومة. وشكلوا حكومة وتشكلت الحكومة وحصلت خلافات وذهبنا إلى مكة وعلى أستار الكعبة. هؤلاء الذين يدعون الإسلام والإسلام منهم براء، على أستار الكعبة أقسمنا، وبعد 3 أشهر صار الانقلاب. انقلبوا على أنفسهم لأنه رئيس الوزراء هو رئيس وزرائهم. ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا ماذا حصل؟ ماذا فعلنا وماذا فعلوا حتى نبقى نقول على طرفين الصراع؟ عشان نبرر ذمتنا على الطرفين أن يقوموا بكذا وكذا وأن تريح راسك خلاص. لا، هذا كلام ما عاد مقبول وما عاد مسموح فيه ولن نسمح به. في طرف واحد بده جرأة وبده شجاعة وبده رجولة، الواحد يقول هنا الغلط وهنا الصح. وبناء عليه وبصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني، شو؟ وتحملت ما تحملت في سبيل إعادة الوحدة واللحمة للوطن، ووجهت بالرفض والإصرار من قبل حركة حماس وسلطتها غير الشرعية، فأنني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني، واثقا من أن أبناء شعبنا في قطاع غزة سيكونون كما كانوا دائما مع القرار الوطني والمصلحة الوطنية العليا. لم يخطر ببالنا يوم من الأيام أن نعاقب مواطنا فلسطينيا، لا في الضفة ولا في القطاع ولا في غيرها، ولم يكن يخطر في بالنا أن نؤذي مواطنا. لكن أيضا علينا جميعا أن نقول أين هو الغلط، أين هو الغلط، أين هي الجريمة. أما أن يبقى الأمر بهذا الشكل هذا غير مقبول. وبحب أقولكم هذا الكلام الذي قلته خاصة للصحفيين بدون تحوير ولا إساءة تفسير، بتقولوا كما هو كما قلته، هذا هو كلامي الذي أقوله أمام القيادة، وسنستمع لرأي كل الإخوة بكل ترحاب. والسلام عليكم وشكرا لكم.